أهلا بكم من جديد. بحضور الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل. نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق الثامن لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة الحواج وكأس إبراهيم بن سعد الرميحي وكأس الوسمية، وذلك على المضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخيرة. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وعدد من الأعضاء في السلك الدبلوماسي في المملكة، وممثلين من الجهات الراعية للسباق، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج المضمر الفائز جيمز نيلر بكأس الوسمية، فيما قام ممثلي عائلة الحواج بتقديم كؤوس شركة الحواج إلى الفائزين، حيث تم تقديم كأس الشوط الثاني إلى سمير داود، وكأس الشوط الرابع على سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى المضمر فوزي ناس، فيما قدم حمد بن إبراهيم الرميحي كأس إبراهيم بن سعد الرميحي إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما قدم عبد العزيز حمد الرميحي الجوائز للمضمر والفارس والسايس الفائزين بالمركز الأول في الشوط الخامس.